اهلا ومرحبا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات العاب الاطفال. بصوا بقى كتبتلكم معايا النهارده ايه ده، عربيه فيت 500 بتاعت باربي جديده. الله، باربي اشترت باربي اشترت عربيه اخيرا. بصوا شكلها فظيع ازاي، لونها بينك وعندها كشافات مكتوب ان هي نوعها فيت. بصوا بقى من الظهر بتاعها ايه ده، دي كمان فيها فتحه سقف تقدر ان هي تفتح تغطي السقف كله او تفتحه، ومكتوب بقى عليها باربي، ملهاش حتى ارقام من كتر ما باربي مشهوره بقى هناك. وبصوا بقى قاعده بقى فيها ايه ده العربيه. بص الباب بتاعها بيتفتح، هما بابين بس مش اربع بابين. الله، بص بقى العربيه بقى باربي قاعده جوه بالسور. العربيه كلها لونها ابيض في بينك، شكلها فعلا فظيع. باربي قاعده لابسه برضو ابيض في بينك، مبسوطه جدا. ممكن بقى تاخد معاها بنتها او جوزها، تاخد معاها مين اللي تحبه. بصوا بقى لابسه نظاره بينك ومكتوبه باربي لاف فيت. الله، العربيه بتاعتها الجديده، ولابسه حتى جزمه بينك جديده بنفس لون ايه العربيه بتاعتها. والفستان بتاعها والوايت شيرت بتاعهم يجننوا عليها احتفالا بالعربية الجديدة. اكيد بقى طبعا ايه، والنضارة الشمس كمان جايباها لايقة مع العربية. هتاخد بقى دلوقتي كمان معاها بنتها وتفسحها بقى احتفالا بالعربية الجديدة. الله، بص لابسة باربي لاف فيت. العربية بتاعتها بقى ايه ده، عملت شيرت مخصوص عشانها، حتى الحزام بتاعها مكتوب عليه فيت. بص بقى العربية من جوه معها ايه، الحزام الامان ومعها الدريكسيون والفتيس، وكمان في مراية، دي واسعة كمان قوي من جوه. الله، بص كل المحتويات دي فيها من جوه. واكيد بقى دلوقتي اجيب بقى معاها بنتها، وكمان عندها تكييف وعندها كاسيت، عندها كل حاجة ممكن تتخيلوها في العربية. هتركب بقى معاها صحابها وتاخدهم فسحة، او تركب معاها ايه بنتها وتروح بقى بيها النادي، بيلعبوا بقى هما الاتنين مع بعض. الله، يلعبوا بقى بالعربية وتشغل الكاسيت وتجري بيها جامد قوي، عشان هي بقى بتحب بنتها وعايزة ان هي تفسحها. مكتوب حتى على الكاوتش باربي 500. بص بقى باربي ماشية ازاي ومبسوطة. الف الف مبروك يا باربي قبل ما تجيبي الطيارة. اتمنى يا اصحابي تكون الفيديو فظيع عجبكم. بليز قولولي بقى رأيكم في عربية باربي فيت 500. بليز متنسوش انتوا تعملوا ايه لايك وسبسكرايب عشان يجيلكم كل جديد من فيديوهات العاب الاطفال. توحشوني اوي يا اصحابي، باي باي.